مع رئيس مجلس إدارة نادي بنياس الأستاذ أحمد الريسي. أستاذ أحمد السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام والرحمة. مبروك يا أخ محمد. ألف ألف مبروك مبروك. ويعني شجعنا بنياس تشجيع كبير يوم الخميس اللي فات، وكان مش عايز أقول لك الناس كانت متابعة المباراة إزاي. الله يسعدك، وحتى هنا على أرض الواقع في دولة الإمارات. طبعا إخواننا من مصر كلهم موجودين ومشجعين، وهم والله يعني دائما قلوبهم الطيبة هذه يعني معانا كانت في كل فترة الموسم حقيقة، وليس فقط في هذه المباراة. وطبعا كان لاعبنا الكبير محمد أبو تريكة يعني لعب مميز، وصراحة أمتعنا وامتع جمهور نادي بنياس والإماراتيين بشكل عام، لأن هذه البطولة بطولة إماراتية وليست بطولة نادي بنياس فقط. تمام. الجميل ان البطولة، اعتقد ان هذه البطولة اول مرة تدخل نادي بنياس، مظبوط؟ نعم صحيح، لاول مرة من فترة طويلة. ونحن محظوظين يعني بهذا الانجاز، والحمد لله هو انجاز مستحق لنادي بنياس على الجهد اللي بذلوه السنين الماضية كله في الاستعداد والتجهيز. واللاعبين طبعا نحن عندنا لاعبين مميزين أكيد، وإضافة كبيرة كانت من لاعبنا الكبير المصري محمد أبو تريك. أسأل حضرتك سؤال لفت انتباهي في ماتشات بنياس قبل بقى ما أخش معاك في التفاصيل المهمة، ووجود المدير الفني التشيكي في كل المباريات في مقصورة المباريات، يعني برغم إقالتكم ليه إلا أن الراجل مازال متواجد في كل المباريات، حتى الكاميرا بتيجي عليه تلاقيه بيشجع، تلاقيه فرحان، تلاقيه بيسقف حتى في المباراة النهائية واقف. مدرب محترم جدا، ومدرب يعني انا ما شفتش مدرب بهذه الاخلاق، وانه رافض انه يسيب الفريق حتى ما يطمئن على نهايه الموسم. يعني فهمني ايه الموضوع ده يا استاذ احمد. والله هو تصحيحا يعني هو لم يكن مقال يعني مثل ما تقول يعني بالطريقه اللي دائما تعمل في الانديه، ولكن احنا ابقيناه كمستشار للنادي، ونحن دائما في اسره نادي بنياس. يمكن لو اخذتوا لقاء مع الاخ محمد استاذنا يعني ولعبنا الكبير محمد ابو تريكه بيقول لك كيف الاجواء اللي نحن نعيشها في نادي بنياس. نادي بنياس احنا نعتبر نفسنا اسره واحده، يعني بغض النظر عن ان من اي مكان جاي اللاعب او من يعني نشاه، ولكن نحن داخل نادي بنياس نحن اسره واحده، يعني يسود بينها الود والمحبه والالفه. شيء محترم يعني نحن يصعب علينا ان سواء كان مدرب او ناس من الفنيين او يعني اللاعبين ان يعني نتركها بطريقه، حتى لو كان في تقصير لا قدر الله. وهو طبعا ما قصر، بالعكس مدرب كان مدرب قدير ومدرب يعني، ولكن تعرف احيانا الظروف يعني يمكن مثل ما انا سبق ان ذكرت في بعض الناس ما تحالفهم الحظوظ يعني احيانا في بعض الاماكن، ويعني انك انت ترى ان من الافضل انك انت تكلف شخص اخر لاكمال المهمه، فمش معناته انه هو شخص غير مرغوب فيه كشخص، ولكن هو رجل محترم ورجل قدره كل التقدير. تمام. الله يسلمك. اكيد. طيب انا عايز اسال حضرتك بقى هنا بقى ايه سؤال مهم. قرات في صحيفه الامارات اليوم خبر على لسان محمد ابو تريكه ان هو وجه لإدارة نادي بنياس كل الشكر، وللجماهير كل الشكر على الحفاوة اللي قوبل بيها، وعلى طيب المعاملة اللي عمل بيها محمد أبو تريكة طول فترة تواجده في الإمارات، وهو سعيد بهذه التجربة جدا. وده طبعا مش غريب عليكم، طبعا انتوا أهل كرم ونعلم جيدا أهل الإمارات أهلنا طبعا في مصر، لكن ده أكيد أن محمد أبو تريكة واضح أنه اتخذ قراره بالعودة إلى النادي الأهلي خلاص. هل ده ردة فعل إدارة نادي بنياس إيه؟ نحن عزيزي أول شيء احنا انتزلت أن علاقتنا نحن بمصر علاقة مميزة، مش من اليوم، علاقة أزلية وتاريخية أكيد، فيها محبة وفيها يعني ود غير طبيعي بين شعبين أكيد. ولكن احنا اليوم ما نقدر يعني محمد أبو تريكة علاقته أيضا ببلده وبوطنه وبجمهوره وحبه لهم يعني علاقة غير طبيعية. تمام. فأنا ما أقدر يعني زي ما تقول أزايد على يعني حبه لوطنه وأجبره على البقاء في مكان يعني هو يحبه صحيح،
ولكن يبقى بالنسبة لنادي الأهلي وجمهوره في نادي الأهلي والجمهور المصري هو يعني الأساس. تمام. فرجل هذا رجل صراحة يعني في كل الصفات، منها إخلاصه لبلده ومنها عطاءه حتى في المكان اللي يجي فيه، انت شفتوه في مبارياته معانا. مزبوط. رجل يعطي كل ما عنده لإرضاء جمهوره ولإرضاء نفسه ولإرضاء ربه بالدرجة الأولى. أكيد. لأن رجل إنسان يعني الكل يشهد له بكل عطاءه وكل أخلاق وإخلاص. يعني هذا الرجل أنا ما في حقه لو بديت أمدحه من اليوم إلى بكرة. فيعني رجعته لمصر أنا أعتقد هي يعني وفاء منه هو البلد، وأعتقد أن التزامه مع نادي يعني بالدرجة الأولى وحبه لبلده وحبه لجمهوره، هذا يمكن من الأشياء الأساسية. ولكن إحنا ما في شك إحنا أستاذنا الكبير يعني هذا بنفتقده، بيترك ثغرة كبيرة عندنا. يعني وجوده معانا كان جدا مميز وجدا له أثر وترك جمهور كبير، وبيبقى بجمهور نادي الأهلي ومحبين نادي الأهلي أكيد بيبقوا يشجعونا يعني بوجود محمد طبعا. أنا بقول لحضرتك يوم الخميس الماضي كان الجميع يتابع المباراة النهائية وتابع المباراه، وكان في سعاده لا يعني حتى كله كان عمال يتواصل، ابو تريكه البنياس عمل ايه مش عارف ايه التواصل، ابو تريكه جاب جول دلوقتي، يعني كان في تواصل كبير جدا. احنا من اكبر المكاسب لنا حبكم انتوا لنا كنادي متابعتكم هذه، والله يعني حقيقه انا ما اقولها مجامله، ولكن احنا هذا يعني انا اعتبره مكسب اساسي لنادي بنياس قد ما هو الفوز والانتصار اللي حققه، ولكن هذه المحبة ومتابعة. وأكيد أن نادي بنياس بيبقى في قلوبكم يعني دائما. أكيد. ما أكيد. أكيد. بيرحل مع يعني ذهاب أبو تريكة. وإحنا بعد أيضا يعني دائما بنطمع بوجوده معانا، يعني ما بين يعني لا تعتقد أن إحنا يعني في ناس لما يروحوا عنك يروح هو أنت يمكن تقول الحمد لله أنه راح وأنا ما أبغاه، لكن غير عن الشخص اللي انت تبغى يبقى عندك وهو عنده التزاماته سواء كان في حياته. طب يا فندم قبل هذا التصريح لمحمد ابو تريكه كانت هناك نيه لدى نادي بنياس لتجديد التعاقد مع ابو تريكه؟ احنا نادي بنياس دائما وابدا قلت لك انا انه يرغب في ابو تريكه، لان ابو تريكه اسم عريق واسم له جمهوره وله محبينه، دائما هو مكسب ل ابو تريكه. بس ابو تريكه مثل ما خبرتك انه هو ملتزم، ونحن بعدنا يعني هو معانا وارقام يعني وهواتفه موجوده والتزامه معانا، اذا يعني ما اعتقد انه بيتردد ابو تريكه، ولكن احنا بعد يبقى هو لاعب له مكانته وله اخر مباراه لي بكره ان شاء الله، ما المفروض بكره في الدوري صح؟ اخر مباراه في الدوري بكره الاماراتي. يعني طبعا المباراه هي يمكن يعني تكون هي النهاية، طبعا هي النهاية اكيد يعني. بكرة مع امام الوصل مظبوط؟ اي نعم ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ احمد الريسي رئيس مجلس ادارة نادي بنياس، مبروك كاس الخليج وتوفيق دائما لنادي بنياس ان شاء الله. مبروك عليكم بعد اهلاوية، لان هذا يعني هذا الانجاز كان له دور ابو تريكه فيه، فمبروك عليكم. مبروك ليكم كاداره على تواصل. ربنا يكرمك. محبين لكم ومحبين لنا ان شاء الله في المستقبل. احنا نحترمك ونقدرك كثيرا يا فندم. جميع مشجعي نادي الاهلي. اشكرك. محبين نادي الاهلي ونادي بنياس. اشكرك يا فندم على ذوقك وعلى وقتك، تحياتي لحضرتك، كل التوفيق لنادي بنياس ان شاء الله في العام القادم باذن الله تعالى. يعني واضح.